ها جمال الاخوان، غادي نبدا بحل من ما المهم. دابا انا ماشي غلط، مبغيتش نبين انا وجهي حيت راني في واحد الحاله اللي المهم ها وجهي اللي بغى يشوف وجهي هو وجهي. دابا بغيت نهضر معكم الاخوان في داك البلان ديال الكلاشات وكذا اللي نايضه ما بين الوبا مغاربه الدراري وما بين الوبا الجزائريين. حاجه مهمه هذه وضروريه الدراري، هي اقوى حاجه اللي غادي نهضر معكم فيها في هذا الفيديو هذا باش كلشي يستافد. ويح خاوة خاوة، مي علاش نتوما تكرهوا ناس المغرب وديروهم ديزلايك، تسمعوا اغنيهم ديروا ديزلايك، بالنسبة للمروك والمغاربة يسمعوا اغاني ديال الجزائر يديروا لكم لايك وشجعوا سيبورتيف كيف ما رانا سيبورتيف ونشجع ناس الجزائر. عندي امي اصدقاء فيسبوك يوتيوب با ديال قناة اخرى، يعني شي حاجة بالدعم بعضياتنا والسيبورت. مين انتوما دايرين عندكم نقطة سوداء في قلبكم كيف ما يقول في شكل هاد الكافي، هادي نقطة سوداء في شكل هاد الكافي عندكم في قلبكم انتوما ناس الجزائر. انا نهضر معكم رجلة باش تفهموا ونوضح لكم الكلام مزيان. انا نتلقى برشا في فري فاير، يعني نتري فايفا وبعضياتنا نضحكوا ونعيشوا سوا، يعني كيفنا كيفهم، ما نديروش فرزيات بعضياتنا. مين نتوما في الراب ديالكم الخروي كيف ما يقولوا اكس 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 ان اكس اكس ولا شنو هو لبلو، يعني السيت الازرق ديال البورنو، هاكا راكم تعملوا فيه، تسبوا بعضياتكم الاموات، تسبوا بعضياتكم، تسبوا الشعب، تسبوا الوطن. واش دخلكم في الوطن؟ واش دخلكم في مزيكا؟ يعني نتوما باركو يعني تلعبوا موسيقى وكلمات نوطات كلمات بعضياتكم، ودخلوا لنا احنا في سياستنا، ودخلوا لنا في التراب الوطني، ودخلوا لنا في الصحراء، ودخلوا لنا في الحريه، ودخلوا لنا في حقوق، ودخلوا لنا في المهام ديالنا. واش دخلكم في هادشي؟ حنا نسمعوا راب جزائري نسيبورتي وكيف ما نقولوا ندعموكم ولو بلايك تعليق زوين نكومونتيو ونقولوا رحنا خوت كيفنا كيفكم. بالنسبه انا نعرف الوبا القدام اللي كانوا يحترموا، ما كانش تخسر يعني ما كانوش يخسروا الكلام كيف ما خسروا دابا نتوما. مي حليو نتوما تسمعوا راب حليو تقولوا بلي حليو مغاربه كلشي مغاربه هكا دايرين طواليط، يعني برتمي يخسروا الخبار بزاف كذا هادي الى اخره، ترى بزاف حشومه عليكم نتوما، توصلونا في درجه ان نكرهوكم ونحقدوا عليكم، باركون نهاكيو لكم لاشين يوتيوب تاعكم ولا ندير لكم بان على لي في ونقص لكم معنويات، راه بزاف انتي ما نقدروش حيت نخافوا من الله، باركو نتوما تخافوا من السلاح، تخافوا من القرطاس، بتصوروا نتوما بسلاح ميكا، احنا عندنا سلاحنا اللي فغي وما نتصوروا به، ما نظلموا به خوتنا. وهذا ميساج اللي بغيت نوصل لكم نتوما، انا عاود ندخل عليكم بكلاش ونقول لكم باللي اخبار كيف ما يقولوا الدراري يوبي كيف ما قال ديدين كلاش ديدين كلاش البارح يسرق تراك ديال الاندرمان اللي سماه مسكين ويحطوا في شين تاعو، ايه وصلوا له، وصلوا لديدين كلاش باللي راه البارح كان عندي في الفيس واليوم راه يتكلاش مع قيس. اه وهذا مكان لا عجبكم البلان حاولوا توصلوا للناس باش يفهموا باللي راه الموسيقى موسيقى والسياسه سياسه، وانتم باقيين صغار على هادشي، ما كانلاش تجبدوا العيب وما كانلاش تنوضوا الحيه للنمل. وهذا مكان ما تنساوش الدراري ديروا ما عليكم وتوصلوا الفكره لبعضياتكم.